قران محمد متصرف من الدرجه الثالثه بمستشفى سيدي عثمان منسق جهوي للحملات الشواعي بوزاره الصحه. في البدايه كنبغي نهني جميع عمال القطاع الخاص والقطاع العام بهذا اليوم العالمي والاممي اللي كنحتفلوا به واللي كنشاركوا به جميعا اللي كنحللوا فيه بعضياتنا. ثاني حاجه وهذا هو يعني ربما يعني من بين الاسباب ديال الوقفه اللي الاغلبيه ديال الموظفين ديال وزاره الصحه اللي جاوا اليوم عليها تنديدا بعد التصرفات اللي كتقوم بها وزاره الصحه خصوص ملف حل ملف الترقيه. من هذا الباب يعني ان العديد من الوزارات انها حاولت انها تفتح باب الحوار وحاولت انها ترقي مجموعه من الموظفين والموظفات اللي حاملين سواء شهاده الاجازه او الماستر او شهاده الدكتوراه. ومن هذا المنبر وهذا المنبر الاعلامي اللي من خلاله كنبغي نشكر يعني الجريده الالكترونيه جريده المنبر، كنبغي نقول باللي ان الوزاره ديالنا وزاره الصحه يجب عليها ان تفتح لنا باب حوار وان ترقينا يعني حسب كل واحد حسب الشهاده ديالو. وشكرا لكم وكل عام عيد اممي شغالين جيد ان شاء الله لجميع الطبقه الشغيله وشكرا لكم.